بسم الله الرحمن الرحيم. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا
إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.